شاب يعمل على كسب رزقه من خلال بسطية تشامبر تم تهديده عدة مرات لإزالتها، لم يستجب للشخص الذي هدده، يعني الذي تحدث عنه هذا الشاب أنه موظف في البلدية، فقام الأخير بإطلاق 7 رصاصات أصابته بالشلل. مراسلنا محمد رزاق من النجف الأشرف أجرى لنا هذا اللقاء مع الضحية بعد أن تماثل للشفاء، فلنشاهد. شكرا لك زميلي مازن، حياكم الله مشاهدينا. نحن الآن في منزل الأخ هيثم الذي تعرض إلى اعتداء بعدة إطلاقات نارية في المدينة القديمة بمحافظة النجف، هذه المدينة التي تحتضن مرقد الإمام علي عليه السلام، المدينة المغلقة أمنيا وتشهد كثافة أمنية بسبب حساسية الموقع. الاعتداء وقع في ساحة التوديع، هذه الساحة أو هذه المنطقة التي يعرفها النجفيون لا تبعد سوى مئات الأمتار القليلة من مرقد الإمام علي عليه السلام. سنلتقي بالأخ هيثم ويشرح لنا تفاصيل هذه الاعتداء وأسبابه. مرحبا أخ هيثم، الحمد لله على السلامة، شنو اللي صار وياك؟ الله يسلمك حبيب قلبي. والله أنا تبسطية بشارع طوسي طبعا، وكمل الشغلي الساعة 7 كمل شغلي ايوه، وتوجه الشغل العفو للجراج، عندي سيارة بالجراج اذبها ورايح للجراج انا وولد صاحبي قريب على الجراج. تعد سمعت واحد صاح فلاح منه صاحبي فلاح خلى ورجع، من خلى ورجع فلاح ما احس طلع لي واحد من ورا السيارات، من ورا السيارات يطلع شو اسمه يطلع من دجداجته مسدس صار قبالي، قال له ها ايش قلت لك اني عرفت اني، قال ايش قلت لك اني مو قلت لك ما خليك تعيش، هو يعني سابقا داز لي تهديدات على الفيسبوك قال لي مو ما قلت لك ما خليك تعيش، قلت له شو تريد هسه، قال لك ايش ما اريد اريد قلت لك اليوم، خلوا ضربني سيد طبعا 7 طلقات. عدة طلقات يعني مو طلقة واحدة؟ لا 7 طلقات ضربت موجودات كلهن. زين شنو السبب يعني ليش تهجم عليك؟ والله راد من عندي شو اسمه عندي بسطي يعني قبال محلي قال لي لو خليك تفتح هنا، هو طبعا يداوم بالبلدية هو واخوته، قال لي لو خليك تفتح هنا تعطيني 5 ملايين لو ما خليك تفتح، قلت له انا قبال محلنا ما تقدر تمنعني. قبال محل منو؟ بهالمحنة يعني اكو محل لكم وانتوا فتحتوا بسطية قدامه زين هو شنو اللي ضاره؟ يقول ما ممنوع هذا الشارع، هذا الشارع عندنا يعتبر، لان احنا نداوم بالبلدية. يعني داوم بالبلدية تهجم على العالم، خو اكو طرق قانونية، اكو تبليغات، اكو تحذيرات، حد ما يصير فد اجراء معين مو بالطلق الناري مو بالاعتداء. ما ادري والله يقول يعطيني 5 ملايين يبتزك يعني ابتزاز لو 5 ملايين لو ما تفتح عندك محل وابقى بمحلك ما تفتح في الشارع لو تعطيني 5 ملايين رفضت هذا الشيء، وطبعا لين ما انطيته فلوس وضم لي كميل وطلع لي بهاي السالفة. زين انت ما تشوف الامر غريب يعني المنطقة اللي انت بيها واللي صار بيها الاعتداء قريبة جدا على مرقد الامام علي عليه السلام، بس عبرت السيطرة مال الطوسي يعني مسافة بساحة التوديع؟ اي بساحة التوديع قريبة يعني، بس عبرت السيطرة مال الطوسي يعني وقريبة على السيطرة. حتى هم السيطرة كمشيته دايخ شلون طبوا بالسلاح دايخ، يعني هاي المنطقة خاصة هالمنطقة منطقة حساسة ما السكينة ما تطبوا لها، شلون طبوا بجوز لأن يعني داوم بالبلدية مثلا طبوا بالسلاح لأن عدى عريف. زين انت اصابتك حكينا عن اصابتك شنو اللي يعني وين صارت الطلقات، حطك الصحيه شلونها؟ هاي رجلي قبالك ما اقدر احركها ابد لان عندي شلل نصف صار عندي، وهاي هسه لحد الان رابع عمليه، هذا ظهري مفتوح من طول للطول زين، وعندي تقارير كامله هاي تقاريري زين الطلقات وين اجن؟ طلقات عندي هنا بكتفي 2 ايوه عندي بخاصرتي طبت على المثانه، وعندي بظهري، وعندي هنا بزري، وعندي طلقه هنا طبت منها طلعت منها دقت لي هنا، هاي سويت هيك
طبعا ايه ضربني هنا، هو متقصد يضربني بوجهي، ايه طبتي هنا طلعت من هنا دقتي هنا وواحدة بظهري، يعني زربتني الزرف من كل مكان، طلقة ضربني.